خلال الوان يوذن خاصة سيطرنا على عدة مواقع من حق ميليشيات الحوثي، وها نحن الآن بعدهم هنا بعد مثلث باقم بفضل الله. 102 ولواء العاصة في مدينة باقم، وبعد اليوم سوف نكون في جبل كمان. الله أكبر والله الحمد. صور احمد انت تديني كلمه انت كمان ليش يا جماعه بصنعاء